انا اساسا ما بشوفش انا معاق، ده اللي بيمشيني. من غير الاحجار دي انا ما اعرفش، ماليش اي لازمه. وقبل كده قلت لك عندي احسن من عيالي. سيادتك انا ما بشوفش، انت لو زمت على الكرنيه بتاعتك هتلاقيها بايظه. لا لا لا، عيني بايظه. شايفها سيادتك؟ عيني بايظه، شايفهم؟ انا شغاله ايه بس بطلعها بس ونفضها كده، مش هتطلع عفره دول، وهتبقى زي الفل يعني. تمام. وعلى فكره ما بنامش انا، ما بنامش ولا باكل. الحاجات دي جايه لي هديه عن طريق الخادم من كوكب المريخ ومن كوكب من القمر ذات نفسه، من جميع الكواكب. امال ايه؟ انا رحت سبت شغل وبقيت الم زارات ليه؟ هما مش كانوا هديه يا ابني. محمد صلاح على فكره رايح لواحد دجال كبير، وانا عارفه، دفع له مليارات بالين الياباني كده عشان يعمل له عمل، يدخل اربع جوان في شوطه واحده، تخش وتطلع تخش وتطلع تخش ما مرتضى منصور مش هيمسك. لا هيمشي. اوبا غلط، وكنت مستني اغلط. مرتضى منصور لو لمحك هيمرجحك، هيجيب لك السيديهات بتاعتك. يعني ما تتزعلش لو جاب لك سيديهات وانت لا مؤاخذه بتاع حاجة. السلام عليكم. وعليكم السلام. حمد لله على السلامه يا ابو الحاج عوض. الله يسلمك يا عوضي. انا هقعد. قال انت كنت فين من صباحة ربنا كده، محدش شافك يعني؟ انا كنت في المريخ يا عوضي. المريخ دي محافظة ايه ان شاء الله؟ يا واد المريخ اللي جنب كوكب المشترك. المشترك؟ عارف كوكب زحل؟ دي بعيدة عن طنطا على كده. اسكت يا دينتي، اسكت يا دي، انا جاي تعبان مش قادر اتكلم. المهم جبت لنا حاجة حلوة معاك ولا لا؟ انا جبت شوية احجار كريمة هنعملوا بيها شغل، انما ايه؟ شوية شغل كده. هي كريمة سابت الدنيا بحالها وراحت فتحت دكان في المريخ، وانت رحت تشتريهم من كريمة؟ كريمة مين؟ مش انت اللي بتقول احجار كريمة؟ انا جاي تعبان ومصدع. قوم يا ابني من هنا، قوم جامد عليكم ركب يا بعيد. ايه يا حاج في ايه؟ البحبحاني. أعزائي المشاهدين متابعين قناة البحبحاني في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، الفيديو اللي فات بتاع الدجال اللي في فرق ما بين الدجال والساحر. الدجال نصاب باسم السحر لكنه مش ساحر. في ناس بيسألوني بيقولوا لي أنت ما وضحتش في الفيديو اللي فات حكم الساحر في الإسلام. وفي ناس ردوا عليهم قالوا لهم الحكم إن حكم الساحر في الإسلام هو ضرب السيف ولا يستتاب. بس اللي معانا دول مش سحرة خالص، يعني دول شوية نصابين شوية هبل. فأنا النهاردة هوضح لك حكم العبيط في الإسلام، لأن دول مش سحرة. ده لو ساحر ما كانش طلع على السوشيال ميديا وشهر نفسه كده، الا انه عبيط اهبل يعني، جايب شويه زلط بيلعب بيهم، عايز يعمل لنفسه ترند زي بتاع انت شواجري وما تنتش وتجري وبتاع. فالنهارده ان شاء الله معانا زلط مصر، فهنشوف بقى ان كان زلط مصر ده هيعمل ايه معانا النهارده. فيعني ما تبخلوش علينا بلايك وتعليق واشتراك وبتاع والكلام الفاضي اليوتيوبر بيقولوه ده. وما تخيلتش طبعا الناس هتعرف كلمه السر اللي قلناها في اخر الفيديو، ان شاء الله هنقولها في اخر الفيديو ده. عرفنا ان الناس كتير بتحبني، جزاكم الله خير. انا بحبكم في الله اكتر ما انتم بتحبوني والله. ما تخيلتش كميه الناس اللي هتكتب كلمه السر دي صراحة. كانت كلمة السر الفلاشة، حتى في متابعين كاتبين تعليقات يعني ايه فلاشة؟ يعني ايه فلاشة؟ فبعرف ان الناس دي ما وصلتش للاخر، وفي منهم اللي فضل مستمر يسمع الفيديو للاخر عشان اعرف كلمة السر. فان شاء الله استنونا في اخر الفيديو عشان نقول كلمة السر وهتقولوا لحد. خلونا نبدا يا جماعة. النهاردة جاي عشان اوريكم الخادم اللي معايا، اللي بيخليني اتنبأ عن اي حاجة انا بشوفها او بحس بيها. هو معاه خادم هيوريه لنا، هنشوف خادم. الخادم هو استاذنا معاك اهو، عشان في ناس قالت ان انا ما بعرفش حاجه وما بفهمش حاجه. انا باين لكم الخادم اللي معايا. كاميرا معايا يا استاذنا، معلش لو سمحت. دي يا جدعان اللي جوه ده ايه؟ ده الخادم اللي معايا يا جماعه. خلينا تنبا، اللي بيعرفني ان يحصل زلزال في القاهره وفي اسكندريه. هو العبيط اللي جوه الزلطه ده خادم؟ وهيحصل عدد وفيات في الفنانين. الفنانه لبلبه هتتوفى من شهر 3 لغايه شهر 8. من 3 ل 8. طب احنا بقينا في 5 اهو، فاضل 3 شهور. في حاجات قال من 3 ل 5 وما حصلتش. والفنان صلاح السعدني فين يا جماعه؟ هذا الخادم يا جماعه. انت تقول انت ما عادش خادم. الخادم اهو في الحجر اهو، ومش معايا خادم واحد، انا معايا كذا خادم. هو خيال النقطه السوداء، استنى ارجعها لك الحته دي. خيال النقطه السوداء هو اللي بيعمل دي. استنى اما يطفي الفلاش اهو. بص النقطه السوداء دي حته داكنه في الزلطه، فبيعمل فيها فلاش ما بيخترقهاش، فليها خيال، فالخيال بيتحرك مع اللي هو بعمل ايه بس؟ كمل. خادم اهو في الحجر اهو. ايوه ماشي. ومش معايا خادم واحد، انا معايا كذا خادم. ما مش شرط ان انا باين كل خادم. اقول لكم يا جماعه انا معايا الخادم اهو، الخادم اهو. على فكره محدش هيروح حاجه زي ديت في حياتكم، الحاجات ديت اول مره انا يعني اطلع عنها. الحاجات ديت بتضرني. في واحد في الفيديو اللي فات كان قال عاد كده، المفروض انا ما اطلعش واصرح واقول يا جماعه انا معايا الخادم اهو، باين اهو للناس اهو، باين اهو استاذ محمد معاك. طبعا لو في حاجه مش هتتحرك كده، يعني لو في حاجه احنا مثبتينها بايدينا مش هتتحرك كده، عشان ما حدش يتكلم ويقول مثلا ايه في احجار. بقى بالنسبه لي ده احجار كريمه. شايف الحجر عامل ازاي يا استاذنا؟ شايف الحجر ده عامل ازاي؟ انا مش عارف كريمه ادتك الاحجار بتاعتها ازاي، يعني نفسي اعرف دي.
ازاي؟ يعني بتنبأ عن طريق الخادم. يعني علاقتك بكل حاجه، وكمان بتعرف المستقبل فيه. بعرف المستقبل، بعرف المستقبل عن طريق الخادم. وخد بالك الخادم ده انا ما كنتش عايز اوريه اساسا ولا اظهره. الخادم ده انا ظهرته لكم عشان في ناس كتير بتشكك في اللي انا بقوله، وتوقعت قبل كده. شفتوا الخادم يا جماعه؟ هوريكم الخادم وما حدش بقى يشكك فيه. كده ان هيحصل زلزال في القاهره بقوه 8 ليختر. اهم حاجه 8 ليختر دي. انا حاسس انك هيجي لك زلزال 8 سختر مثلا، او شختر او بختر. دي انواع رخترات محدش بيعرفها غيري. هيحصل زلزال في اسكندريه، وهيبقى في عدد وفيات جامده جدا، وهيبقى في عدد مصابين كتير. يا جماعه انا ما بكذبش على حد، والفنانه لبلبه توقعت ان هي تتوفى، وتوقعت قبل كده ان شيكابالا في مواقع تانية اخرى ان شيكابالا هو شغلانته يتنطط من المواقع ما بيشتغلش خالص. ما فيش مشكله ان شيكابالا يعتزل كوره، وما عادش هيبقى في كوره في مصر. انا مش عارف ايه حكايتكم مع الكوره. يعني الواد التاني كان بيشكر في الاهلي، وانت النهارده ما اعرف هتشكر في الزمالك ولا تشكر في هو. انتوا حكايتكم مع اللعيبه ولا هم عشان معاهم فلوس عشان ايه يا جدعان؟ في ايه؟ ما تستخفوش عقول الناس. انا متوقع كده، وفيهم فجاه كره القدم فيهم فجاه السنه دي. الدوري ممكن يبقى في حته تانية. اوبا، الدوري في حته تانية؟ انا هسكت، انا هسكت يا جماعه. اكيد انتوا عرفتوا الدوري هيكون فين. اكيد ماشي. هو ده خادم سيادتك، هو ده بيهرب من النور سيادتك، مفيش مشكله اوضح لك. الخادم بيهرب من النور؟ طب هو ايه اللي زنقه يقعد في الزلطه؟ انت عبيط يعني؟ انت هبل؟ ايه اللي زنق الخادم اللي بيعرف المستقبل بقى وبيتحكم فيك انه يقعد في زلطه؟ ما يمشي يعني، ما يطلع يقعد في الشقه اللي فاضيه فوق يعني، ينزل تحت الترابيزه، يروح في اي حجر تاني يعني. اشمعنى الزلطه يعني؟ ما الفيديو هيطول يا جماعه زي الفيديو اللي فات. انا بتوقع انه هيعدي ال 40 دقيقه، لا 35 دقيقه. انا معايا خوادم كتير. انا مش معنى ان انا مثلا كده، انا معايا انا فاتح مكتب للخدام. اللي عايزه خادم ترن عليها يا جماعه، نكنس لها البيت بتاع يعني. احنا مكتب خدمات يعني. خوادم كتير. شايف سيادتك؟ انا نفسي مش شايف حاجه، انا عايز اشوف. هوريك سيادتك. ايه الاسمر ده؟ شايفه سيادتك؟ الاسمر ده هو ده يعني؟ لا هو مبينه لك من بره اهو، ما بيتحركش. شايفه؟ اما قرب اقرب لك كده. باين سيادتك؟ باين اهو سيادتك اهو. نقطه سودا جوه الحجر. ده خادم سيادتك، مش نقطه سودا. ده بيهرب من النور. هو ما بيحبش النور وما بيحبش يظهر، بس انا ظهرته للناس. هو ما بيحبش النور. هو ما بيحبش النور، بس انا هو مش عايز يظهر، بس انا هظهره لك غصب عنه يعني. فيها حاجه؟ انت شايف فيها حاجه؟ ما حدش يشوف. انا اللي ببينه. سيادتك انا اللي ببينه. لو في الاخر اقول لك انا ما بشوفش. واي سؤال انت عايز تسالوني انا مستعد اجاوب على اي سؤال. انا اساسا ما بشوفش، انا معاق. ده اللي والله فعلا يعني، دي اكتر حاجه انت قلتها النهارده. انت فعلا معاق يا ابني، انت فعلا معاق، بس مش في عينك، في عقلك او في حته تانية اللي هيكون فيها الدوري. بيمشيني من غير الاحجار دي، انا ما اعرفش، ماليش اي لازمه. وقبل كده قلت لك من غير الاحجار او بالاحجار انت برضو مالكش لازمه. عندي احسن من عيالي. ده عنده احسن من عياله. انا معايا كل حاجه سيادتك، معايا علاج لاي حاجه، انا معايا والحاجه. طب يعني كان عالجت نفسك من الاعاقه دي يعني؟ كان عالجت نفسك من الهبل ده مثلا يعني؟ على الاقل عالجت نفسك من عينك اللي انت محتاج قرنيه، ده زي ما بتقول يعني. معاك علاج لكل حاجه، معاكش علاج لنفسك؟ انها المخدرات يا ساده. الحاجات ديت مش مانعه ان كده مثلا ان انا دجال. انا ما بدجلش على حد، ما خدتش فلوس من حد. حاشا وماشا، نفس الكلمه اللي قالها الدجال بتاع الفيديو اللي فات. انا ما خدتش فلوس من حد، بس هاخد لما تعوز حاجه تعالى لي. انا ما خدتش منك حاجه، انت اللي جاي لي اهو. زلط مصر. الخادم دوت هو السبب في اللي انا فيه. الخادم ده هو السبب في اللي انا فيه، هو اللي خلاني وصلني في حته ثانيه. انا دلوقتي بسم الله ما شاء الله في منطقه ثانيه، في حته يعني. الخادم هو السبب في اللي انت فيه، وبسم الله ما شاء الله. بسم الله الخادم يعني، ولا بسم الله لمين بالظبط يعني؟ عايزين نعرف انت بتعبد مين يعني؟ مين السبب في اللي انت فيه؟ حته ثانيه دلوقتي بسبب الزلط ده، ولسه يعني لسه فيه. انا زلط مصر هيبقى في حته ثانيه بسبب الخادم ده. والله كويس انك معترف ان هو زلط. الدجال التاني كان بيقول ما حبش حد يقول عنها حجاره، حبش حد بسبب الخادم ده، وكل ده انا شفته. انت انا مصومش بتقول يعني معلومات كده جدا وحقائق لسه هتحصل. قلت لنا حقائق على الصعيد الفني وحقائق اخرى على صعيد الزلازل. اي نعم احنا لسه ما شفناش حتى لحظه اي حاجه، بس هيحصل من ثلاثه لاربعه. الحمد لله،
انا سبت الفيديو عندي شهرين، قلت يمكن الراجل تطلع له كرامات ولا اي حاجه. احنا بقى في شهر 5 ومفيش حاجه حصلت، يخرب بيت كده. من 3 4 هيحصل زلزال في القاهره ويحصل. ما حصلش. حصل زلزال في اسكندريه ويبقى برضه ما حصلش. يبقى في عدد وفيات كتير برضه ما حصلش. ويبقى في عدد مصابين كتير. الكلام ده لما الخادم بتاعك اخبره ايه؟ هو الحاجه الوحيده اللي صابت الشعب الضحك بس، دي الحاجه الوحيده اللي صابت الشعب من ساعه ما قلت الكلمتين دول، وهو الحالات الكتير ضحكت. الخادم بتاعي اول ما قال لي انت هتبقى في حته ثانيه، انت هتروح مصر. انا من نبراه، منصور نبراه، ماشي. هو قال لي انت هتروح مصر وهتعمل كذا وهتعمل كذا وهتعمل كذا وهتبقى في حته ثانيه وهتقعد في مصر، وانا دلوقتي قاعد في مصر. انا مقيم. اكيد جيت بعربيه مواصلات، يعني ايه المشكله يعني؟ في مصر دلوقتي. معنى انه كل ده يعني هو القاهره. اه والله كل ده انا شايفه، وحيات عيالي كل ده شايفه. وحيات عيالي، وحيات عيالي، ما ينفعش تحلف غير بربنا. من حلف بغير الله فقد اشرك. وحيات عيالي. وفي حاجات تانية شايفها كتير، بس أنا بخش مثلا في مجال الرياضة، بخش في حاجات ديت بتهاجم. بتهاجم ليه؟ أنا بتهاجم ليه؟ ما أنا راجل بتوقع وبشوف. طيب أنت ليه يعني في البداية خالص أول مرة ظهرنا معاك ما قلتش إن في خادم بيحركك أبدا؟ أنت قلت إن أنا معايا أحفاد كلمة من خلالها بتنبأ المستقبل، فكرة خادم دي غريبة علينا. هو عادي، طالما هو حابب يبقى معايا مفيش مشكلة، هيسيبني ويمشي عشان بتكلم عنه. أنا بتكلم عنه، هيسيبني ويمشي؟ لا ما سيبنيش ويمشي. هو سابك ومشي ولا لسه؟ لا معايا أنا. التاني كان بيبرر عن ده، يعني التاني كان فاهم عنه شوية، يعني كان بيقول عنه ايه؟ ما خدتش الاذن، انما ده جريء شوية، يعني بيتجرع على الخادم. انا بتكلم عليه هيسيبني ويمشي؟ لا ما يسيبنيش ويمشي. بلطجة. ما بشوفش، انا معايا تقرير طبي. انا شفت الحركة دي فين؟ انا ما بشوفش. ان انا ما بشوفش سيادتك. خلينا نتأكد تاني من الحجر، يعني الخادم لسه جوه الحجر، انا اعتقد ممكن يعني يكون سبق ومشي. لا عمره ما يسيبني ويمشي. هوريه سيادتك تاني اهوت، ماشي اهوت. شايف سيادتك الخادم؟ شايفه اهو يتحرك اهو يا جماعه. ايه الهبل ده؟ البقعه السوداء ديت هي الخادم. ده الخادم يا جماعه. ده الخادم في نظرك؟ ده الخادم. ده الخادم. انا شايفها واجب تكون يعني مجرد بقعه سوداء او خدعه. لا امراه جواها بقعه سوداء، يعني زلط هيتحرك؟ لو بقعه سوداء هتتحرك عمرها ما تتحرك. اهي باينه سيادتك بالكاميرا، هي باينه ليا اهيت زي الشمس. اهي معايا حاجة تانية عايز اوريها لك برضه كمان. ايوه عايزين حاجة تانية اوريها لنا، يعني احنا في الفيديو اللي فات عايزين نشوف دخان وشبيك لوبيك البحبحاني زهق من مش عايز اقول حاجة غلط ناس تزعل مني. بالك هنا قبل كده؟ ماشي اجيبها لك. اهو حرف العين اهو سيادتك، حرف العين اهو. حرف العين عبيط اهي واضحة قدام علاماتك، جاي لك العلامة لحد عندك. عين عبيط، قول ورايا يا جماعه، عين عبيط. مش محتاجه يعني، هو العلم بيقول ايه؟ بس عبيط. ماشي انور لك عليه حرف لا احنا شايفين من غير ما تنور باينه. اهو ما اتحركش ليه؟ هو ثابت ومكتوبه حرف العين اهوت وجنب منه حرف الواحد. لا الحرف العين ما بيتحركش عشان بينور من فوق، انما العفريت بينور له من تحت. ما اتحركش ليه؟ ودي زلطه عاديه على فكره، بس هي مكتوب عليها كده من عند الله. وانا ما بكفرش بال انا يا جماعه ما بكفرش بالله، انا معايا زلطه سمره خالص اهي، هوريها لكم سمره خالص اهي. ازاي مش بتشوف؟ طيب يا منصور احكي لنا كده. صلي بينا على النبي. صلى الله عليه وسلم. الحاجه الوحيده اللي قلتها مفيده في الفيديو. انا بمشي مش انا اللي بمشي. انا اللي مش انا اللي بمشي، هو الخادم اللي بيحركني. هصدقه ازاي؟ تعالى بعد اذن سيادتك. لا ما عرض ايه؟ لا يعمل دي واخده بالنيابه عن ايه؟ عن لا يعمل عشان ما بتعملش. انا معايا بطاقه مكتوب فيها شغلانتك كذا، موجود فيها لا يعمل، موجود فيها ربة منزل. لا يعمل يعني مالكش شغل، لا متعلم ولا اي حاجة. ان فيه اعاقة في العين يا راجل، اللي بيتكتب له في بطاقته لا يعمل تبقى اعاقة في العين. هو تقريبا كان فيه اعاقة في العين بس في عين تانية. في المعوق ما بيتكتبلوش لا يعمل. واو ماشي. انا طب هقول لك من هنا اهوت بقى يا جماعه، انا بناشد الساده المسؤولين بزرع قرنيه، ما باخدش بحد. انا طب ما تعالج نفسك يا بني ادم يا متخلف، عالج نفسك. انت مش معاك امراض؟ مش معاك علاج لكل حاجه؟ عالج نفسك، اعمل لنا معجزه، اعمل لنا اي حاجه، يعني حاجه اللي هي تعمل واو كده، يعني حتى لو خدعه سينمائيه مثلا. انا عايز ازرع قرنيه وتعالى تشوف عليا. يعني شيء غريب امر غامض،
ماشي. لا انا ما بخاطبش، بخاطب المواطنين المصريين. محتاج زرع كرانيه، حد يتبرع بزرع كرانيه ليا؟ حد يتبرع بزرع كرانيه ليا؟ دي شحاته، دي اسمها ايه؟ شحاته وتطفل. وعلى فكره ما بنامش وما بنامش. طب كويس والله انك ما بتنامش. اللي في الفيديو اللي فات كان بينام مع عياله، كان بينام مع الحجاره، انت ما بتنامش. اللي يوصل للمرحله دي يا جدعان، الفيديو اللي فات قلنا 18 19، خلوا المرحله دي مثلا 20 21. شكرا لكم. ما بنامش، انا ما بنامش ولا باكل. طب حالته عندك ده يعني، حالته عين الظهر يعني في بالظبط دي حاجات ربنا هو اللي ما نعرفش نصنع ذره منها. الناس بيقول لك انت كافر بالله وملحد وبتتنبأ ازاي يا جماعه؟ انا سمعت الكلمه دي فين قبل كده؟ لازم تسمعها، لازم. جماعه اللي الحدهم وكفروا، هو بغبائه نورانيه جوايا، نورانيه جوايا. كل واحد بتجيله رؤيه، ماشي، بتجيله رؤيه وفي حاجه جواك روحانيه من عند ربنا مش من عند حد تاني بتخدمك، بتديك، بتقول لك هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. انت عايز تقول قول، مش عايز تقول ما تقولش. انا بقول، هي كذبت معايا، مش عايزه تمشي، ولو مشت مني هيبقى يعني حسره ما بعدها حسره. انا بتنبأ لنفسي من عند شهر 6. بيتنبأ لنفسه يعني، انا حسب ظروفي اللي انا شايفها بتنبأ لنفسي ان انا هبقى من كبار القوم، هبقى حاجه مفيش زيها. كمل. من عند شهر 2 لغايه شهر 6، وانا بادئ من شهر 2 لغايه شهر 6، اخر شهر 6 هفضل اعلى لغايه ما اقف لمكان. هتقف فين وتطلع فين؟ الله يخرب بيتك. معينة بعد كده مش هعلى بعد كده. أي يعني هتطلع الدور الثالث وتقف تبص لنا من البلكونة يعني، ولا هتشوف عمارة عالية تطلع فوق السطوح تفضلنا على 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 الناس يعني، ولا إيه بالظبط؟ بس أبقى المادية الحالة اللي أنا أهم حاجة المادية، المادية بتاعتي هتظبط يا جماعة، المادية بتاعتي هتظبط. المادية هتبقى جامدة جدا، والناس كتير بتهاجمني وناس كتير بتشتمني وناس بتقول لي أنت بتشرب مخدرات، أنا ما بشربش سيجارة. طب أنت بعد 10 سنين، بلاش 10 سنين، بعد يعني 5 أعوام من الآن هتكون مبسوط في مصر؟ هبقى في مصر واهلي هيجوا معايا مصر وحياتنا كلها تتغير، وبالعكس حياه بلدي كلها، انا بارو كلها هعمل فيها مشاريع جامده. ما اعمل فيها مشاريع جامده يا جدعان، هغير حياه بلدي كلها يا جدعان. انا شايف كل ده وشايف نفسي ان انا هعدي، هبقى انا رقم واحد. سيبك من اي حد، مش كبرياء، سيبك من اي حد رقم واحد، انا رقم واحد في مصر. انا ان شاء الله عمليه بس سحب حاجات بسيطه، يجيني بس واحد ممثل ولا واحد لعيب كوره كده، نعمل له اي مثلث كده ولا اي عمل بسيط كده نخليه يظبط الدنيا، يدينا كم مليون ولا حاجه. انا شفت نفسي كده، انا يا جماعه شفت نفسي كده. انا اكتر حاجه بدعمها في حياتي هي الرياضه. شفت يا عم الرياضه، لعيبه الكوره لازم يجوني عشان اعمل لهم عمل. تيجي نعمل لك عمل على الكوتش بتاعك، تيجي نعمل لك عمل على الشراب، محدش يعرف ايه. امال ايه محمد صلاح على فكره رايح لواحد دجال كبير وانا عارفه، دفع له مليارات بالين الياباني كده عشان يعمل له عمل، يدخل 4 اجوان في شوطه واحده، تخش وتطلع تخش وتطلع تخش ما. دول بقى اللي بيطلعوا لنا على السوشيال ميديا، دول بقى اللي شغلنا على البتاع، محدش فاهم حاجه. والناس بتقول انت بتهاجم نادي الزمالك، انا ما بهاجمش نادي الزمالك، انا زملكاوي. هاجم نادي الزمالك ازاي؟ انا شايف حاجات وبقولها. اتوقع ان المدير الفني هيمشي، وشيكابالا هيعتزل السنه دي. لا هيمشي ومرتضى منصور مش هيمسك. اوبا غلط، وكنت مستني يغلط. مرتضى منصور لو لمحك هيمرجحك، هيجيب لك السيديهات بتاعتك يعني، ما تزعلش لو جاب لك سيديهات وانت لا مؤاخذه بتعمل حمام ولا حاجه. سيادتك ده، بص سيادتك ده انا مش عايز اظهره، انا خدت امر ان انا اظهر ده، انا مش عايز اظهرك يا جماعه يعني، ده انا مش عايز اظهر ده، انا مش عايز اظهره خلاص. انا معايا حجر اهو بس مش هوريه لكم. خدت امر ان انا اظهر، ما ينفعش اظهر لك ده ولا ينفع اضرب عليك كشاف. انا كنت عايز اظهره لك بس جالي امر قبل ما اصور ان انا مش هظهر ده. بتأمر انا بتأمر، انا لا مؤاخذه في ناس بتأمرني من حته تانية يعني، انا راجل بحب اتأمر، فما تزعلوش مني ان انا بتأمر يعني. انا بتأمر حقيقي، انا بتأمر. انا توقعت، ما اقدرش اتوقع حاجه تانية لان مش واخد امر بكده، وقلت لك كلامي كله عندي. طب ليه ما اتكلمتش عن نيازك؟ ملايين الدولارات. اوبا ملايين الدولارات يا ابني، وانت مش من شويه كنت بتقول العمليه وحالتك ما تروح بيعهم يا عم وانزل مصر اشتغل وبتاع وهتبقى معاك مليارات، ما انت بتقول ملايين الدولارات اهو. انت هبل يا ابني، يعني من شويه مفلس، ومن شويه ما انتش لاقي تاكل، ومن شويه معاك حته حجر بملايين. في ملايين اخلاق الصحراء اتغيرت، اخلاق الدجل اتغيرت، انا مش عارف الناس جرالها ايه يا جدعان. دولارات، وقبل كده شرحنا ان هي ازاي تبقى نيزك، ازاي تبقى نيزك، ازاي ايه ازاي تبقى نيزك. المغبطيش شايفه؟
توقعنا ازاي تبقى نايزك؟ شايف الالماز اللي داخلها باين في الساده المشاهدين ده؟ شفت مسك في الحديد ازاي؟ شفت مسك ده حديد شوف بص عشان اشده صعب، عشان اشده صعب. شايف الحديد هيطلع ويثبت، انما لو حطيناه في الحجر شايف الحجر حاجات خفيفه يعني هو حاجات خفيفه فاهم. شايف دي دي باينه ده نوع حجر، ده نوع حجر في نسبه حديد وموجود على الارض. يعني لو جبت كون زلط كده في بعض الاماكن بتلاقي فيها حجاره فيها نسبه حديد بتنجذب للمغناطيس. ده في نيزك ما بينجذبش للمغناطيس، فمش شرط ان كل حجر ينجذب للمغناطيس. يبقى نيزك نازل من كوكب البحبحاني اللي جنب كوكب زحل بالظبط. يعني انا كوكب البحبحاني ده جنب كوكب زحل، هما جنب بعض كده. الناس اللي هتقول لي بقى الارض مسطحه والارض مدوره، الارض عامله كده يعني، فما تشغلوناش بقى في الفيديو ده. مفيش التصاص؟ هورهولكس يا سيادة دلوقتي، هوريك اهو يا فندم. يا فندم يا فندم انا ده نيزك، نيزك من كوكب من كواكب اهي اهي، ده من كوكب المريخ. سيبنا من ده نخش على ده، ده نيزك اهو، نيزك اهو شايفه؟ نيزك شفته؟ عشان لزق ده نيزك اهو يا جماعه، ده نيزك. نخش على حجر القمر. حجر القمر انت كده ازاي المغناطيس بيلتصق بالحجر الكريم يعني؟ سيادتك اهو مش بيلتزق ازاي؟ ما هو انت ما بتشوفش يا عم قدامك اهو. ده نيزك، مفيش زلط بيلزق في المغناطيس. ما الحاجات دي جايه لي هديه عن طريق الخادم من كوكب المريخ ومن كوكب من القمر ذات نفسه، من جميع الكواكب، من جميع كل حاجه. دي جايه من طنطا، يعني انا يعني جايه لي من جميع العالم، من طنطا واسكندريه وبورسعيد والمنصوره، دول جميع العالم. مفيش حد في مصر مع الاحجار دي. الواد بتاع البرازيلي بتاع الفيديو اللي فات كان معاه شويه اكتر من دول. انت حتى الحاجات دي كدول من حته. امال ايه؟ امال ايه سياسك؟ امال ايه؟ امال ايه؟ انا رحت سبت شغل وبقيت الم زلط ليه؟ هما مش كانوا هديه يا ابني، فضحت نفسك يا عبد. سبت شغلك ورحت تلم زلط، وهما اسيادكم جايبينهم لك من المريخ، دلوقتي سبت شغلك ورحت تلم زلط. انها المخدرات يا ساده. بقول لسيادتك انا ظهر لي ملكه، ظهر لي ملك، كنت متجوز ملكه. انا اوبا ظهر عشان كده حلف بعيالها في الاول. عاوز ملكة اسمها الملكة سندس معلقة ثلاث نجوم كلام سندس. ما تبقيش تقفله في الشباك يا سماح. ده حقيقي، يمكن صرحت معاك قبل كده او صرحت في موقع تاني. انا كنت متجوز ملكة كنت ماشي، ودلوقتي انا معايا الخادم هنا ماشي، وبينت للناس بالدلائل وكل ده احجار كريمة، وده برضه احجار كريمة ماشي يا فندم. فدلوقتي يا استاذ محمد في ناس كتير بتتنمر عليا ماشي يا جماعة، محدش يعرف انا مين، محدش يعرف انا فيا ايه. اهل بلدي عارفين عني كل حاجة، ولاد بلدي عارفين عني كل حاجة، وبيدعوا ايه ولاد بلد يعني؟ انت كده وريتنا ولاد بلدك ومع فريد برضه ولا ايه بالظبط؟ تعبون. انما في ناس بتهاجم تقول انا بشرب مخدرات، انا ما بشربش سيجاره فاضيه، واللي عايز يحلل لي يجي يحلل لي. وقلت لكم ان انا ما بشوفش، وهاتوا لي دكتور وادهوني بيه يشوف عينيا، وانا ما بشوفش. انا دلوقتي منصور كده بمنتهى الصراحه اللي قدامي، اللي منصور بيشوف يعني، انت شايفني كويس قوي يعني، حتى الكفيف دي مش انا اللي بتكلم يا باشا، انت قاعد مع جن، انا قاعد في البيت على فكره، انت قاعد دلوقتي مع الخادم وهتفكر ان انا بتكلم يعني انا البحبحاني. لا 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 لا، انا قاعد بتابع الفيديو زيكم بالظبط، انما اللي بيتكلم معاكم الخادم بتاعي يعني، وهو اللي هيمنتج الفيديو. انا قاعد ساكت. شايف انت شايف البتاع اللي ده؟ جنبي دي بالظبط البحبحاني قاعد هناك اهو، شايفينه؟ انما انا الخادم يعني. سيادتك انا ما بشوفش، انت لو زمت على الكرنيه بتاعتك هتلاقيها بايظه. سيادتك لو زمت بالكاميرا بايظه. لا لا لا، عيني بايظه. شايفها سيادتك؟ عيني بايظه، شايفهم؟ هي فين اللي بايظه؟ هي شغاله ايه؟ بس بطلعها بس ونفضها كده من شويه العفره دول وهتبقى زي الفل يعني. تمام. الاثنين بايظين، انا ماشي ببركه ربنا. دي حاجه يعني ماشي ببركه ربنا ولا بالعفريت؟ عايزين نعرف بس، في فرق كبير. حاجه من عند ربنا. دي برضو حاجه من عند، خد. دي حاجه من عند ربنا. وعايز زرع كرانيه، وعايز دكتور يجي يكشف عليا شكلي انا بشوف ولا ما بشوفش، ومعايا تقرير طبي لو سيادتك هوريه لك. انا معايا تقرير طبي، انا معايا تقرير طبي عادي يعني. بقول لك من على التليفون اوريه لك تقرير طبي ان انا ما بشوفش، معايا مختوم بختم الجامعه وختم الناس. ما بشوفش. مين عمل الحوار ده كده؟ ها؟ الحاجب بتاعك مين اللي عمله كده؟ ده الكوافير بتاعي. طب انت رحت زي الكوافير بتاع الدكتور؟ ها؟ انا ما هو ده سيادتك، ده من غيره انا ما بشوفش خالص. سيادتك ده من غيره انا ما بشوفش خالص. يعني الخادم وداك الكوافير يا مدير وحلقنا؟ لا بيديني الرؤيه ان انا اشوف. طب دلوقتي الخادم يديك الرؤيه دي انك تشوفني؟ طب شايف كل شايف كل الناس، ده بيخليني اشوف. انا والله العظيم ما بشوف. انا قلت الكلام اللي عندي كله في الفيديو اللي فات، فانا ما عنديش يعني مش لاقي هبل يوازي الهبل.
ومعايا كومسيون طب كده، وكنت باخد معاش بسبب كده وبعد كده اتوقف. كان بياخد معاش بسبب كده وبعد كده اتوقف، فعشان كده لقيت لك شغلانه تانية، سبت شغلانتك عشان تروح تدور على زلط. طب يبقى مشوا له المعاش يا جماعه، مشوا له المعاش يمكن يبطل هبل ولا حاجه. معايا كومسيون طب اوريه لك، تبقى تنزله عندك وتشوفني انا كداب ولا لا، وعايز دكتور يكشف عليا. النيازك ديت انا واخدها هديه، واخدها هديه من الخادم دي بملايين الدولارات، انا لو في امريكا هتتباع. دي لها متحف في امريكا. الموضوع ده بادئ معايا دلوقتي بقاله سنتين او ثلاث سنين كده ماشي. ثلاث سنين الخادم هو اللي ماشي. بقالي ثلاث سنين. على فكره انا كنت ممنوع ان انا اعرف اي حد غير نفسي، واقعد ما اقعدش الا مع نفسي. انا كنتش بقعد الا مع نفسي، ماليش دعوه بحد، ولغايه الان انا ماليش اصحاب ماشي. يعني عبيط مين اللي هيصاحبك يا منصور؟ يعني عبيط مين؟ معلش يا زلط مصر، عبيط مين اللي هيصاحب واحد اهبل؟ يعني ناس وراها شغل مش فاضيه. يعني وجود الخادم كان شكلها عامل ازاي؟ كانت سواد. خلاني في حته ثانيه. وانتظروا الجديد، انا انت هتشوفه لسه هتسمعه. الجديد يوم الاحد، هتشوفوه يوم الاحد. انا حابين النهارده. عايز تعرف الجديد؟ الجديد اللي انا داخل فيه يعني يوم الاحد. ايه هتنوي عن يوم الاحد؟ ممكن ما هو ما ينفعش، عشان انت حاجات ما ينفعش اقولها. يعني يعني حاجات ظهور، انا بتكلم عن حاجه خاصه بمنصور. ما هو انا هظهر كده من بعد الظهره. ما انا عندي قرار بعد الظهره ديت، انا في حته ثانيه. وعلى فكره انا الحد ده اللي هو من 3 شهور، يعني حد يعرف منصور يا جماعه؟ يعني حد يعرف منصور؟ حد يعرف ظهرت مصر؟ قال لي انت هتبقى رقم واحد بنفس الصباع ده ومعوج كده. يعني هو قال لك انت رقم، ده مش رقم واحد يا منصور، يعني ده رقم قوس كده مثلا. يعني بصراحة هو موقع بصراحة، وفي حد تاني هو السبب ان انا تنبأت ان انا هوصل للشخص ده وكلمته. ينفع اقوله ولا ما ينفعش؟ عشان ما يبقاش ترويج. الشخص ده انا مديون له بعمري كله، ثم موقع بصراحه. طيب سريعا كده في نهايه المسج ماشي، وزعلان منصور ايه اللي هيحصل الفتره الجايه؟ سريعا على صعيد الزلازل هيهدى اي انجو جاي هتعيش على مصر، وعلى الصعيد الثاني سريعا كده اللي ممكن يحصل اللي نبأته عن طريق الخادم وعن طريق احضار الكلمه. ما هو سيادتك قلت لك هيحصل زلزال في مصر قوه 8 الاختر ماشي، برضه الاختر، وفي اسكندريه وهيحصل فيه عدد وفاه كتير من 3 ل 4 من يا عم احنا في شهر 5، احنا في شهر، بص يعني انا فكك من الموضوع ده يا منصور. 3 ل 4 ما ينفعش. طب على الله يجي في رمضان يبقى حاجه حلوه، لو جه في رمضان تبقى حاجه حلوه. محدش رمضان عدى يا منصور، انت لسه نايم يا منصور، مفيش حاجه حصلت يا منصور. مش هيزعل، انما لو جه في ايام ثانيه محدش هيزعل. انا اتمنى اموت في رمضان. وعلى فكره مفاجاه، انا عارف ان انا عمري قليل وهموت. ادي بقى هو انت لو كترت من كده يا منصور، يعني انت اخرك في السجن ان شاء الله، يعني مفيش غير كده او مستشفى المجانين. روح خد علاج يا منصور، يعني انت لو ما خدتش علاجك فعلا عمرك هيكون، احنا ما نعرفش الاعمار بيد الله، بس يعني اللي انت فيه ده يا منصور ده مرض، ده مرض يا منصور. قال انا يعني وفرحان بيها قوي، بس بعد الشهر هموت. اول ما هتشهر هبولق على طول. موت؟ لا هموت امتى؟ امتى؟ ما اعرفش، بس انا عارف ان انا هموت. طب ما انا عارف ان انا هموت يا منصور، اقسم بالله انا هموت وانت هتموت وكل اللي بيشوف الفيديو ده هيموت يا منصور، انت متخيل يا منصور؟ محافظة القاهرة واسكندرية. ده انا على الصعيد الفني اللي ممكن يحصل. فنان الهام شاهين، استاذ عادل امام، ما انا توقعت قبل كده مع السياسة، مع موقع بصراحة. الاستاذ الهام شاهين ماشي؟ مين بقى الفنان الهام شاهين وازاي مع عادل امام وفنان محمد منير؟ كمان بقى قبل بس كان في جدد، انا حكيت كلام مين هم بقى الجدد اللي هيعملوا؟ سيادتك اي حاجة بتنبأ بيها، اي حاجة انا بتنبأ بيها والله سيادتك، اللي بيجي في هنا، اللي بيجي في الشيش بقى شيش. انا بقوله على طول، اللي بيجي هنا انا بقوله على طول، ما بداريش حاجه. وستك في حاجات كتير ما ينفعش اقولها، لان مش عايز اخش في مجال ان حد مثلا، لان انا لو مش عايز اقول الذكر، لو انا حد عمل فيا حاجه الدنيا مش هيحصل كويس. انا اللي بشكر سيادتك جدا. طبعا احنا هنا معاكم موقع بصراحه الغزالي، وبرضه حابين نقول تاني ان احنا مش بنهدف جه التشهير، ويعني مش بنهدف ابدا جه التشهير، ولكن هي ظواهر شاذه في مجتمعنا، بنحاول ان احنا نوضحها، بنحاول ان احنا نوريكم يعني ابرز التفاصيل الخاصه بيه. شباب متواجده معانا، اي نعم يعني حتى لو مش منطقه طلعوا الجيزه، لانهم متواجدين معانا في مصر في محافظات اخرى مجاوره، محافظات بعيده، بيتنبؤوا بالمستقبل عن طريق الاحجار الكريمه والنيازك. بنكرر مره اخرى لا يعني الغيب الا المولى عز وجل، ويعني كذب المنجمون ولو صدقوا، ولكن هي ظاهرة شاذة يعني بحكم ان احنا موقع اخباري، موقع بيحاول ان هو يوضح لحضراتكم كل ما هو جديد. بس دماغي صدع. بس يا عم الحاج، اعزائي المشاهدين، وبكده يكون فيديو النهارده خلص. اللي وصل لاخر الفيديو يكتب لي ايه؟ الفيديو اللي فات كتبنا الفلاشه، الفيديو ده يكتب لي ايه؟ النضاره، نضاره الحاج عوض.
يعني اكتبوا لنا نظاره الحاج عوض او النظاره بس كده، او الحاج عوض بيسلم عليك. الحاج عوض بيسلم عليك. انا 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 معلش انا بخلع دي ليه؟ لا دي لا. اعزائي المشاهدين، انا فرحان ان الفيديو ده خلص، لان انا ما كنتش عايز اعمله فعلا، وتلاحظوا ان انا كنت قرفان ومخنوق ومتضايق، مش عايز اعمله من القرف اللي شفته في الفيديو اللي فات. ما كنتش عايز اعمل ده خالص يعني، لان انا مرارتي ما بتستحملش العبط، فانا ما عنديش مناعه ضد الهبل والعبط يعني، ما عنديش انا بحبكم في الله وعند الله تجتمع الخصوم. سلام عليكم. سأقطع كل من عادى رسولي، وأبطر كل حبل للوصال، وأقليه وأبغضه جهارا، رجاء للمثوبة في مآل.